ورجعنا بأهم فقرة أنا بالنسبة لي ليوم الجمعة. مشاهدينا كل جمعة نسعد باستضافة أحد الفنانين أو المواهب الفنية الشبابية الصاعدة، ومعانا اليوم في الاستوديو شاب موهوب في الغناء والصوت المفعم بالإحساس الفني الراقي، واللي يسعدنا أكيد استضافته بهذه الفقرة المميزة مازن خالد، موهبة صاعدة فنية. أهلا وسهلا مازن. يا أهلا وسهلا فيك. صراحة متحمسة جدا يعني. الله يسعدك. ما ودي أسأل، يعني تعرفني عبير دائما كذا يوم الجمعة. أول سؤال ما ودي أسأل والله، ودي بس يعني لو تعرفني أكثر، أنت اكتشفت نفسك ولا كيف أنت قررت تدخل في مجال الغناء؟ مين طيب. اكتشفك؟ مين اكتشفني؟ هنا السؤال. طبعا الأغلبية، أغلب المواهب أو الأصوات الحلوة نقدر نقول 90% منهم بدأوا مرحلة مبكرة، يعني لو ما قلنا الطفولة ممكن مراهقة كذا، بس إنه يعني نقول 15-16 سنة بالكثير، ويعني يعرفون إنه عنده موهبة أو صوته حلو. حتى بالبيت يعني مو شرط إنه برا البيت، صح بالبيت يعني يعرفون إنه هذا صوته حلو زي بس يعني. أيوة زي بس أنا بالنسبة لي لا، كان الموضوع مختلف جدا. يعني أنا ما عرفت إنه عندي موهبة أو إنه صوتي حلو نوعا ما إلا بوقت متأخر، يعني ممكن أقول قبل 4-5 سنوات كذا بالكثير يعني، وبالصدفة طبعا. أنت اللي اكتشفت نفسك؟ لا، أنا كنت جالس مع تعرفون الشباب أصدقاء. عندهم الأصدقاء عندهم زي ما تقول الكاريوكي، ممكن يستخدمونها ناس كثير. فكنا جالسين كذا أيوة نغني، قالوا مازن صوتك ترى حلو شوي. أنا هنا يعني أخذتك العزة في نفسك كذا، عارف اللي أيوة. أوكي الشباب عرفوا هذا أول. بالضبط. كم مرة غنيت قدامكم وما حد قال لي يجي منك؟ أنا ما حد غني قدامي، أنا ما حد يغني قدامي لأنه عارف إني هكمل معاه، فبتحاولوا تتفادوا هذا. ما أعطوني نفس السبورت اللي أخذته. المفروض هذه فرصتك الحين. مفروض. أنت ومازن الحين هنسمع صوتكم يلا. إيش رأيك طيب تسمعنا عشان نحن نحكم والمشاهد كمان يقرر. طيب. يلا. في أغنية أنا لما دخلت السوشيال ميديا جلست فترة أغني، بس ما يعني ما صار في ذيك الشر والتفاعل، لكن غنيت أغنية مع اخوي، وبمناسبه اخوي بعد صوته يعني شوي جميل ما شاء الله، قررنا نسوي دويتو. لا تقول شوي جميل، لا تقول شوي جميل، جميل صوته جميل ويحتاج للتدريب. صحيح. اوكي بس مو جميل، هو شوي مقصر من الناحيه، بس هذه الاغنيه تقريبا هي اللي انتشرت شوي، كسرت الدنيا. اللي هي اغنيه بترجعين راشد. بترجعين لو قلت لك إني أحبك للأبد، بترجعين لو جيت لك بكرة على آخر وعد، بترجعين لو قلت لك إني أحبك للأبد، بترجعين لو جيت لك بكرة على آخر وعد، أركض ورا ظلك بجيك أركض ولا حصل أحد، طول خريف أيامنا طول وانا صبري نفاد، أركض ورا ظلك بجيك أركض ولا حصل أحد، طول خريف أيامنا طول وانا صبري نفاف، آه ما حسني فاقد حبيب أحسني فاقد بلد، فاقد بلد فاقد بلد. واو. شكراً. جميل. الله يسعدك يا رب. لا مو شوية. لا مو شوية. مو شوية جميل صوته. لا جميل. أوكي احتجت يعني أنا أحس إنه بشكل عام الصوت زي تعلم اللغة، خصوصا اذا انت مازن اكتشفت نفسك في وقت مثلا يعني خلينا نقول دوبك دحين من 4 سنين ما امداك، فاعتقد زي اللغه كانك بتتعلم لغه جديده، يو نيد براكتسينج، ممارسه بالضبط. تتدرب وممكن تتعلم بسرعه يعني اذا انت فعلا مجتهد وناوي تتعلم. انا يعني قبل سنه ما يعني تغير صوتي كثير، تغيرت الاغاني، نوعيه الاغاني اللي اغنيها الطبقات يعني، صرت تعرف تنزل بالصوت. يا سلام عليك. يا سلام. وانا اصلا قبل ما ادخل فنان يعني انا سابقا عشان كذا انا فهمتك. انا كنت اغني زمان بس ما اكتشفتيني. إيه؟ ما اكتشفتيني انا واقفه على الموضوع. خليك تغني مع مازن. ما اغني قدام مازن لا نوي. ليش؟ بعد الهوا هتغني. بعد الهوا نستر على بعضنا. خلاص طب مازن انا سمعت انك انت كانت لك بعض الاغاني الخاصه فيك او زي شغل مثلا دخلت من مجال الزفاف، كلمني عن هذا الموضوع. سينجل.
والله هو جاب برضو بالمصادفة. يعني أنا لما دخلت السوشيال ميديا بديت أغني، كان واحد من أقاربي يعني قريب مرة، فكان مقبل على الزواج وكنت محتار يعني وش أهديه بهالمناسبة، يعني مناسبة الزواج. أحلى شيء. فجت بالي فكرة الزفة، فضبطت الزفة من إلى وهديتها إياه كم يعني بمناسبة. بعد البرنامج استني، بعد البرنامج تعمل أغنية بأسامي عبير ولبنى. عبير ولبنى، خلي كليب عبير ولبنى ومها وأودي وأودي وريم. هذه أغنية عبد المجيد، مو عبد المجيد، ماجد. بس شفت كل أسمائهم كانت في الأغنية إلا أنا، إلا لبنى. وأنا إحنا اللي كان بيغني لنا. لكن أنت سد هذه، سد هذه للجاب. طب مازن، ايش ممكن تكون الاغنيه او كلمات الاغنيه انت كتبتها من الالف للياء؟ انا لا الكتابه لا انت انا اللي اديتها وتقريبا شاركت بالتلحين يعني. فالكلمات هو كل مغني سبحان الله احس انه الا ما يكون عنده التذوق التلحيني أكيد هذا اللي لازم يكون أكيد عنده القدره على انه يسمع كلمات اذا عجبته يلحنها. الناس اللي تعلم العزف والمقامات والاشياء هذه شوي داخله بالموضوع برضو يبدعون في العزف. في آلة معينة أنت ممكن تعزف عليها؟ والله حاليا لا، أنا جالس أتعلم صراحة، لكن الآن ما وصلت مرحلة الإتقان يعني. إيش رأيك تغني شيء؟ أنا أحب أسمع. طيب. تضيق وأمد النظر للسما فوق وهيم بين أفلاكها يمكن ألقاك، لن تعرفت اللي بلاني من الشوق ولا السما تاسعها وش قد أنا هواك. آه سألت من سواك يا عز مخلوق، نص اللي في صدري من العشق يبلاك، وإن كان حبك عوك أنا راضي العوك، أنا راضي العوك، دامي عجز تلقى لمحبوبي سواك. آه والهان والهان وإن داريت يفضحني الموت، وحشني كلك أنت وعيوبك أفداك، لين امتليت من الوله قلب وعروق والأرض ما شالت أحاسيس مضناك. كمل يا عمي لا توقف. خلصت أغنية. كمل. ما أبغى توقف، أنا ما أبغى أسولف، أنا أبغى أسمع. أنا حسيت إنه مازن يحب راشد الماجد. والله أحب راشد. تحب راشد الماجد؟ مين الأشخاص غير راشد الماجد اللي أنت ممكن تسمع له؟ والله شوف اللي أنا أسمع لكل الفنانين صراحة، حتى كل أنواع الأغاني العربية يعني، خليجي أسمع عربي كثير وأغني عربي كثير حتى. تغني بلهجات تانية؟ حلو. أغني عربي كثير يعني من اللهجات اللبنانية المصرية وخليجي برضه. بس يمكن في فنان احسه قريب المود اللي انا احبه كذا، المود الهادي رومانسي شوي. عبد المجيد ولا راشد؟ ماجد مهندس. ماجد مهندس. ماجد مهندس يعني ممكن اغني له كثير لانه يناسب الجو اللي انا احب اغنيه او اني احب اسمعه كثير. بس ما غنيت لنا شيء لراشد. بغني شيء. انت تغني بلهجات؟ مجهز شيء بلهجات اخرى؟ مجهز. يعني أنا مرة أحب الفنان اللي يقدر يغني بأكثر من لهجة، أحس تقدر توصل لأكثر من 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 شريحة أكثر. يعني أنا أقدر أنوع، بس أنا يعني أنا أحب خصوصاً مروان خوري، ألحان مروان خوري، أغاني مروان خوري اللبنانية. أيوة فأنا جداً جداً أحب. طب شو رأيك تسمعنا شيء إذا أنت مجهز؟ طيب مجهز مروان خوري؟ مجهز كلمات والحان مروان خوري. صدمتني والله. يا الفضل شاكر. يلا فضل شاكر أقول. كمان ما أقول إنساك، ما أقول تنساني أنا على طول، ما أقول إنساك، ما أقول
تنساني أنا على طول، معقول ما نعود أحباب، نمرق مثل الأغراب ولا نبقى سوا، ولا نبقى سوا يا ما قالوا الهوى غلاب، ولا مرة حسبنا حساب نبعد يا هوى يا هوى يا هوى. ياما عوشة نسيوا الأشواء، ضاعوا صاروا بهالعمر ورا، ياما كنا نقول عاشقين على طول، لا لا مش معقول تقدر يا فورا تاري المكتوب، يا هوا مكتوب ولا نقدر معقول ما نعود أحباب، نمرق مثل الأغراب ولا نبقى سوا، ولا نبقى سوا يا ما قالوا الهوى غلاب، ولا مرة حسبنا حساب نبعد يا هوا يا هوا يا هوا. رتي رتي، أكيد 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 مكملين مع مازن خالد مشاهدينا، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا مكملين اكيد مع موهبتنا لليوم مازن خالد، اهلا فيك من جديد. يا هلا، نورتنا. الله يخليك. كنا مغنيين قاعدين نغني انا وانت وولدنا تحت الهواء. كنا نبغى ندخل واحنا نغني. أيوه. كانت حلوه والله الفقره، بس فاصل عارف انه احنا بيصير لنا مشاكل بعدين، الله يجزاه خير المخرج، فهو حاول انه يتفادى هذا الموضوع. اكيد نترك طبعا الموهبه لصاحبها ونسمع الصوت الجميل من اصحابه. مازن، كنا بنتكلم عن الاغاني القديمه واللهجات المختلفه تحت الهواء، وبنحاول ان احنا نغني مصري سوا لام كلثوم وعبد الحليم. الاشخاص خلينا نقول القدام اللي في حياتنا فعلا بيغنوا، وما زال منهم الان موجود على الساحه، في الساحه الفنيه زي عباد الجوهر وابو نوره طبعا وكثير من الفنانين، وايضا الاشخاص اللي هم خلينا نقول تركوا بصمه وما زالت اغانيهم تغنى الى الان. كيف أثروا في مازن وفي أداء مازن وفي أسلوبه في الغناء؟ أول شيء أكيد لهم كل الشكر والتقدير والتحية والاحترام. بصراحة أنا يعني من الناس اللي أعشق جدا حمد عبده ونورة، وأحب أغانيه بشكل مو طبيعي، يعني ثلاث أربع أغاني أنا حافظها. حلو. فأعتقد أنه أغلب اللي بجيلي كلهم يعني تربوا على أغاني أبو نورة، عبادي، طلال الله يرحمه. فبالتأكيد أنه هذا يعني فنهم، الفن الراقي، الكلمات الراقية. فبالتأكيد أنه تركوا إرث كبير. وأنا أشوف أيضا أنه في فنانين شباب كثر، يعني زي مين اللي الآن على الساحة الفنية؟ والله يعني ما شاء الله عندك مثلا الفنان عايض، فهد العمري، أحمد علوي، عبد العزيز المعنى. صح. لو بسألك مازن، فرهان أنا أحب صوته جدا. بسألك أنت كل مطرب أحيانا، كل مغني عنده أغنية كذا تلامس في شيء في قلبه، شعره وجدان كذا، إيش الأغنية اللي أكثر ما تغنيها كذا ودك تطلع برا العالم كله وتسمعنا إياها الآن؟ طيب، في أغنية أنا أحبها كثير، بس صراحة يعني إحنا نقدر نقول ما جهزناها كثير، بس قول لي الأقرب لك اللي أنت مجهزها حاجة. طيب، بسيطة. عندي أغنية برضو الفنان ماجد مهندس، أنا قلت إنه يعني أحب صوته كثير وأحب أغني كثير، فودي إني أغني أغنية. يلا سمع الماجد. تفضل. على الذكرى ترى الميعاد باكر، تبادلني مشاعرك الدفينة، أنا وشوقي وإحساس ومشاعر
ولا هم التعب ومال حزينة، بقى يا حلم من أحلام شاعر يدور ما بقى لا يا مدينة. أحاول بس أنا ماني بقادر، رهين الوصل واشواقي رهينة، بقى يا حلم من أحلام شاعر يدور ما بقى له يا مدينة. أحاول بس أنا ماني بقادر، رهين الوصل واشواقي رهينة على الذكرى، ترى الميعاد باكر تبادلني مشاعرك الدفينة. أنا وشوقي وإحساس ومشاعر، ولا هم التعب ومال حزينة. حلوة حلوة حلوة، هذه الأغنية الأقرب لك يا مازن؟ الأقرب، لكني أحبها كثير، أحبني أسمعها. جميلة جدا ومرة حلوة صراحة بصوتك مازن، نورتنا، انبسطنا مرة معك، وحبينا ان احنا كده نغني ونناقشك ونواكشك انا وجميع اللي لهم بس انا ما راح احرمك منه عموما يا لبنى. احنا مشاهدينا خلصنا حلقتنا لليوم، ولكن اكيد راح نترك الختام لضيفنا في الاستوديو مازن خالد ونسمع منه حاجة هو محضرها بصوته. عموما برنامج سيدتي انتهى بكده لليوم، اكيد هنشوفكم بكرة وبعده كل يوم، في امان الله. مايك لك. نختمها بأحلى ليلة. ليلة لو باقي ليلة بعمري، أبيها الليلة وأسهر في ليلة عيونك وليلة عمر. وليلة لو باقي ليلة بعمري، أبيها الليلة وأسهر في ليلة عيونك وليلة عمر، هي ليلة عمر. ويا الله يا الله يا الله يا الله، وش كثر انتي جميلة. ويا الله يا الله.